الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في أبواب سجود القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أبواب السجود أو أبواب سجود القرآن، وبوب له بقوله: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. سجود القرآن، السجود الذي سببه التلاوة، في آيات نمر عليها الله سبحانه وتعالى يذكر فيها كأنها يجب فيها السجود، وهي 14 سجدة في القرآن الكريم، تبدأ بالأعراف وتنتهي بالعلق. فهذه المواطن إذا مر الإنسان بسجدة من سجود التلاوة، هل يجب عليه أن يسجد أم لا؟ طبعا عند جمهور العلماء سجود التلاوة سنة مؤكدة، وابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء يقول بوجوبها، والإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الباب بقوله: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، اعتبرها الإمام البخاري كذلك من السنة. الإنسان إذا مر بسجدة في التلاوة فإذا سجد فقد فعل السنة، وهي سنة مؤكدة. طب إذا ما سجد، طبعا هي سنة مؤكدة، فرق بين الوجوب والسنة. إذا لو كانت كنا نقول بالوجوب، فالوجوب لو تركها الإنسان يأثم، أما السنة فإنه ترك الأفضل. فهنا بدأ بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة، قرأ سورة النجم بمكة، وهذا كان في بداية الإسلام. وسورة النجم كانت من أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسجد فيها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أمام الكعبة والمسلمين من حوله، والكفار كذلك كانوا يستمعون لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن كان يأخذ بعقولهم، كانوا يتلذذوا بكلام الله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ بهذه السورة حتى وصل إلى قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، وأنتم لاهون، فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وسجد المسلمون من حوله، وسجد الكفار أيضا، حتى الكفار كانوا من شدة استماعهم لهذا القرآن، لهذه الآيات، لما سمعوا قول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا سجدوا أيضا. فحتى المشركين سجدوا تأثرا بكلام الله عز وجل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فسجد فيها وسجد من معه، من المسلمين وغير المسلمين، غير شيخ أخذ كفا من حصى، غير رجل من الكفار، وهو أبي بن خلف. أبي بن خلف هذا الرجل كان جالسا فأخذ كفا من حصى أو من تراب فرفعه إلى جبهته، بدوش يسجد من الكبر التكبر، فأخذ هذه الحفنة من الحصى أو من التراب فوضعها على جبهته وقال: يكفيني هذا، ما سجد. قال عبد الله بن مسعود: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، أبي بن خلف قتل في غزوة أحد، قتله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذهب في أحد فقال، كان يهدد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال:
أتعهد أن أقتل محمدا عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتله إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ حربته ثم ضربها لأبي بن خلف فأصابه بخدش يسير. وكانوا قد قالوا له لأبي بن خلف أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سيقتلك، فخاف أبي، قال ما قال شيئا إلا وصدق. فإذا قال سيقتلني يعني سيقتلني وهو كافر سبحان الله. فلما أصابه بحربته، وهذه الحربة حبست له شيئا من الدم، يعني ما اجت طعنته طعن قوي أثار الدم وكذا لا. فقال كان على بعيره فسقط، فقال والله لقد قتلني محمدا عليه الصلاة والسلام. قالوا بهذا الجرح يعني أنت جرحت شيء بسيط؟ قال والله لو بصق علي لقتلني، إذا توعدني خلص ما في مجال. قال فنزل عليه من شدة العذاب ما نزل حتى قتله الله عز وجل، فمات في غزوة أحد وهو الرجل الوحيد الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، هو الرجل الوحيد اللي قتل في حياته. فلذلك يقول عبد الله بن مسعود فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. فهنا طبعا يعني هذا الحديث نستفيد منه أن قضية سجود التلاوة هو سنة من السنن وسنة مؤكدة على قول جمهور العلماء. وهنا مسألة نذكرها، هناك حينما يقرأ الإنسان السجدة، فأنت عندك قارئ وعندك مستمع وعندك سامع، عندك قارئ ومستمع وسامع. القارئ الذي يقرأ فمر بسجدة يسجد، والمستمع هو الذي يكون يستمع للقراءة يتعمد الاستماع. أنا قاعد وإنسان عم يقرأ وأنا جالس عم بستمع لهذا الإنسان، فيسجد إذا سجد القارئ، يسجد القارئ تسجد أنت معه هذا المستمع. وأما السامع فلا يشرع له السجود. السامع إنسان بالسيارة وعم يسمع القرآن ومر سجده، هذا سامع ما نقاصد الاستماع. أو إنسان مارر في حلقة قرآن وليس قاصدا الاستماع وإنما كان يسمع، فهذا ليس عليه سجود التلاوة. فنحن في فرق بين القارئ والمستمع والسامع. القارئ والمستمع، المستمع كما قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا يقصد الاستماع فهذا عليه السجود كما على القارئ. أما السامع إذا كان يسمع عابرا فهذا ليس عليه السجود. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.